إشبيليا كتأكد إصابة بونو بفيروس كورونا خلال الوجود ديالو مع الأسود. أعلن النادي الإشبيلي الإسباني لكرة القدم يوم السبت عن إصابة الحارس مرماه الدولي المغربي ياسين بونو بفيروس كورونا المستجد، بعد ما صحة طبية اللي خضع ليها أمس الجمعة بعد العودة ديالو من المشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقررة التنظيم ديالها بالكاميرون المطلع سنة 2022. وأكد الفريق الأندلسي في البلاغ رسمي له أن المصحة الطبية اللي خضع عليها ياسين بونو الجمعة بعد الانتهاء المشاركة مع الأسود الأطلس جات النتيجة إيجابية، ولم يشارك الحارس المغربي في أي حصة تدريبية مع الفريق ديالو منذ العودة من المنتخب، حيث ظل معزول في المنزل ديالو، كما أنه لم تظهر عليه أي أعراض، وغادي يخضع للحجر الصحي والعلاجات اللازمة. وكان بونو صاحب 29 سنة قد دافع عن شباك المنتخب الوطني المغربي خلال المواجهة الإفريقية الوسطى ذهابا وإياب خلال الأسبوع الماضي في تصفيات الكاميرون، وكيتصدر المنتخب المغربي المجموعة الخامسة برصيد 10 ديال النقاط، ثم موريتانيا برصيد 5 ديال النقاط، ثم كيأتي المنتخب بوروندي برصيد 4 النقاط، بينما توقف الرصيد إفريقيا الوسطى عند 3 ديال النقاط في مركز الرابع والأخير. كنت مع ياسمين المنديلي من جريدة صوت العدالة.